المشكلة اختي اللي كاين هنا، وهو اول حاجة حنا 7 سنين وحنا ساكنين هنا، ما كاينش باب من غندخلو، كنطلعوا من الحيط. ثاني حاجة كنعاودوا نهبطوا مع واحد الدروج. ثالث حاجة العرض ديال السكنة اللي حنا ساكنين فيها كيف ما كيشوفوا كاع الناس المشاهدين مترو، ما بين الحيط والحيط، ما بين الحيط والحيط مترو اختي. ثاني حاجة واللي مشكلة كبيرة وحشومة تنقولوها، حنا في قلب الدار البيضاء وفي 2023 وما كايناش حاشاكم طواليت. يعني ما عندكمش طواليت. كاينين الناس في كومونتير اللي كيقول لك هذه عيشة معذبة، هذا زواج معذب، حنا مشينا بما يرضي الله، ما نديروش الحوايج اللي تغضب الله، ما نمشيوش المسائل اللي حرم الله ولا شي حوايج اللي تغضب الله، راضين بالقدر ديال الله. يعني واحد النهار يجيب الله الفرج، العيشة الله اللي اختارها لنا ماشي حنا اللي اختاريناه. واخا المشكل اللي كاين، نرجعوا للموضوع ديالنا، الا بغيتي يا اختي كريمه مثلا تريحنا كيف ما كيشوفوا المشاهدين، ما كاينش فين غتسرح رجلك، صعيبه بزاف. صبرنا، لا ماشي مشكل، فاش كيجي الصهد شحال بينك وبين السقف، ما صعيبه. فاش كيجي البرد، انت والبنيه والمراه فقنتش والمداخل عليك فقنتش، صعيبه بزاف. كتعاني وفهاد السكن؟ كنعانيو اختي، كنعانيو معاناه اكثر من حقيقيه. كاين عندنا في الطريق كيف ما شفتو كتما داخل الثلاجه، كنقزو الحيوط باش كتوصل، كنقزو الحيوط، واخر حاجه حتى كنوصلو كندوزو جنب مع الثلاجه. واش العرض ديال الزنقه مترو، الثلاجه فيها 60 سنتيم 40 سنتيم، واش غدوز منها انت؟ يعني خاصك دوز جنب، ماشي مشكل الحمد لله. ولكن المشكل اللي كاين وهو اننا كيف ما قلتي حنا في قلب الدار البيضاء وباقي مشكل بحال ما هذا، حنا راه مسلمين وكاينين الناس محسنين اللي كيعرفوا بينهم وبين الله. اختي حنا النداء اللي كنوجهو، باغين غير سكن بحال الناس، باغين غير سكن نستقروا فيه بحال الناس، ما طالبين حتى شي حاجه اللي هي ثقيله ولا هي، باغين غير سكن نستقروا ما نتكرفصوش ونعيشوا بما يرضي الله. زياده حنا غاديين معاهم، كلشي حنا غاديين مع عادي منا من الشعب، ولكن باش كتوصل لمشكل السكنه شويه قاصح. اقسم بالله الى الفراش وكلشي كيفزق، اقسم بالله العلي العظيم كلشي كيفزق. مشكل اخر ديال طواليت، كيجي البرد، عندك مراه وعندك دريه، مشكل. انت راجل غادي ديباني راسك فين ما مشيتي، غديباني راسك، تقدرش تجي لك الليل تباش غير في الزنقه غديباني راسك، ولكن باش كتكون وليه لا، الوليه حساسه من كلشي الجوانب حساسه، كتبقى مراه وكتبقى ضعيفه، وهادشي اللي كاين. غنعاودو نطلبو من الناس المحسنين، الله يجازيكم بخير والله يكثر من خيركم، تعاونوا معنا، وراه كاينين حالات بحالنا وكثار كاع. خشي النداء ديالنا هو كنطلبو من الله عز وجل اللي يفتح لنا ابواب الخير ويسخر لنا ناس ديال الخير باش يتعاونوا معنا.